كانت القوات المسلحة على عهدها داعمة لثورة 30 من يونيو ومطالب الشعب المصري، واستشعرت مبكرا خطورة الظرف وما تحمله في طياته من مطالب للشعب المصري العظيم. وتم دعوة القوات المسلحة إلى تلبية مطالب المصريين وتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي كان يمر به الوطن. تعد ثورة 30 من يونيو نموذجاً فريداً في تاريخ الثورات، فقد كانت تعبيراً عن إرادة شعبية واضحة استجابت لها المؤسسات الوطنية في مشهد تاريخي. وعلى عهدها كانت القوات المسلحة داعمة لثورة 30 من يونيو ومطالب الشعب، فقد استشعرت مبكراً خطورة الظرف الراهن وما تحمله طياته من مطالب للشعب المصري العظيم، فدعت إلى تلبية مطالب المصريين وتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي كان يمر به الوطن. تزامناً مع خروج الشعب إلى الشارع للتعبير عن رفضه حكم قوى الظلام، نادت القوات المسلحة بتلبية مطالبه، فجاء بيانها الشهير في الأول من يوليو لتؤكد أنها كطرف رئيسي في معادلة المستقبل وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في حماية أمن وسلامة هذا الوطن، فإنها لن تكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم، ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب. أمهلت القوات المسلحة في بيانها الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة من أجل تلبية مطالب الشعب وتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن. ومع اقتراب هذه المهلة من الانتهاء واستمرار التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان ودفع الجماعة بمؤيديها يوم 2 من يوليو إلى الشارع، اجتمعت القوات المسلحة بالقوى الوطنية والسياسية والأزهر لتتخذ قرارات 3 من يوليو التي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية. وفي 3 من يوليو ألقى الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك خطاباً على الهواء محاطاً بالقوى الوطنية، أعلن فيه عن خارطة طريق جديدة تبدأ بتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد. ومنذ بيان 3 من يوليو لعام 2013 وحتى الآن تواصل القوات المسلحة المسيرة في حماية مصر من مخاطر الإرهاب جنباً إلى جنب، مع تأدية دورها بكل أمانة في أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر.